تكنيكس. تكنيكس عندي heating, traps, decolorization, filtration and drying. heating انا عندي طبعا في different heating sources. من اولها هنبدأ اول واحد عندي البنزين بيرنر. البنزين بيرنر ده most commonly used. طبعا انا عندي بيبقى مش مناسب للانفلامبل ليكويد وصعب ان انا اتحكم في الحرارة اظبطها عند درجة حرارة معينة. الووتر باث ممكن استخدمها مع الانفلامبل ليكويد. طبعا انا بعتمد على الووتر البويلنج بوينت بتاعتها طبعا بتبقى 100، فبستخدمها مع الليكويد اللي البويلنج بوينت اقل من 100. الديس ادفانتج عندي ان ممكن الووتر يحصل له فابورايزيشن يتبخر، وانا عندي ما ينفعش مع الانهيدروس كونديشن لو في رياكشن مش محتاج وجود ميه خالص وممكن يحصل له سبيلد. الاويل باث ممكن بستخدمه للانفلامبل ليكويد، لكن البويلنج بوينت بتاعتها بتبقى اعلى شويه من 100 ل 350، زي الميديسينال ليكويد بارافين، الجليسرول، الكوتن سيد اويل اند السيليكون فلويد. احسن واحد فيهم السيليكون فلويد، مش بيحصل له ديكولاريزيشن لكن مشكلته ان هو بيبقى اكسبنسيف. الديس ادفانتج عندي اوف الاويل باس ان ممكن بيطلع توكسيك فيوم لو الحراره عليت فوق البويلنج بوينت بتاعه الاويل، لان ممكن بيحصل له ديكومبوزيشن او تكسير، يحصل ديكومبوزيشن اوف ذا اويل وبيبقى جريزي ومحتاج ان انا اعمل ادجستمنت او تظبيط للحراره كتير. الاير باس هي الستيم باس دي، انا عندي بعتمد على الستيم كسورس اوف الهيتنج. دي بستخدمها للفولاتايل اويل او الحاجات اللي انا بخاف عندي تتكسر بالحراره اللي هي الثيرمولابايل ماتيريال. ساند باس بسخن في ساند بتديني تمبريتشر لغايه 300. الهيتنج مانتل دي من المصادر برضو ان انا بعمل تسخين وبيبقى كنترول، ده بتحكم في الحراره وبستخدمه للديستيليشن التقطير. الكتريك هوت بليت برضو من الموست كونفينينت هيتنج سورس برضو وبيناسب الفلات بوتوم فلاسك. السهم الاحمر ده عندي بيشير للهيتنج التسخين، والسهم الاخضر بيشير للستيرنج. الديس ادفانتج عندي ان انا لو بسخن في اوبن بيكر او اوبن كونتينر وهي الحاجه انفلامبل ليكويد ممكن يحصل اجنيشن ويطلع اوت اوف ذا كونتينر زي الايثر. الرفلكس، الرفلكس انا عندي بسخن والتكنيك ده المفروض ان انا بحاول امنع اللوس اوف ذا سولفنت عن طريق ان انا عندي الكونتينر اللي بسخن فيه بكون عامله له اتاتشمنت او موصلاه بكوندنسر. الكوندنسر ده بيكون متحوط باوتر جاكيت، الاوتر جاكيت ده بكون مليان بالميه، الووتر من ان، الووتر ان بتبقى من تحت والووتر اوت من فوق، بحيث ان انا اعمل افيشنت كولينج. المفروض ان اول ما بيحصل تسخين واوصل للبويلنج بوينت اوف ذا سولفنت بيحصل له ايفابوريشن. فلما بيحصل له ايفابوريشن زي ما احنا هنشوف دلوقتي هيحصل مفروض evaporation of the solvent اللي هو بيشير للسهم الأحمر، والمفروض هيحصل له condensation تاني وهينزل في الفلاسكة، وبالتالي يبقى أنا عندي من الأدفانتج of reflux بقلل ال loss of the solvent بالevaporation والتفاعل بعمله في reasonable time span في وقت معين ما يطولش معايا. هناخد شوية phenomena coming الكيمستري. هنتكلم عن البامبنج. البامبنج لما اكون بسخن عندي السوليوشن بيغلي فيجرس وجامد وبيطلع اوت اوف ذا كونتينر. ايه تعريفه؟ ان انا لما بسخن بيبقى الليكويد موجود في ميتا ستيبل فورم،
الميتا ستيبل فورم دي بتبقى اقل في الاستابيليتي من الستيبل فورم، او اقل اللي هي مش بتبقى صوره مستقره. فالليكويد بيكون عاوز يوصل للستيبل فورم، فعن طريق البامبنج اللي هو بيحصل فيجرس وصدن. ازاي امنع البامبنج؟ اول حاجه الستيرنج باستخدام الجلاس رود او باستخدام الماجنتيك بار، ورقم اتنين باستخدام البويلينج ستون. البويلينج ستون دي بتبقى بورسلين بيسز فيها بورز، البورز دي بتعمل ابزوربشن او تمتص الاكسس كاينيتيك انرجي، فتخلي عند الليكويد يوصل للستيبل فورم. امبورتانت نوتس، بويلينج ستون المفروض بنضيفها قبل التسخين، لان انا لو ضفتها للسوليوشن وهو سخن هتخليه يغلي جامد، ولان كل السوبر هيتد فيبر بيحصل لها كلها ريليز مره واحده. لو نسيت اضيف المفروض ابرد السوليوشن واضيفها. طبعا انا عندي بويلينج ستون المفروض استخدم مره واحده، المفروض لو حابه اضيف واحده تاني المفروض بتبقى نيو وان، لان انا عندي البويلينج ستون المستخدمه بتبقى اكوستد، لان انا عندي البورز بتاعتها بتبقى امتلأت بالليكويد. التراب دي مصيده بستخدمها عشان امنع التوكسيك جاز والتوكسيك فيبر من هي تنتشر في اللاب اريا. طبعا عند التراب دي بتستخدم زي ما قلنا تعمل ابزوربشن للتوكسيك جاز زي الهيدروجين بروميد والهيدروجين سيانايد. الفلتريشن الفلتره عندي تو تايب، السيمبل او الجرافيتي اللي هو باستخدام الجاذبيه، والبوخنر او السكشن. مقارنه بين السيمبل فلتريشن والبوخنر فلتريشن، السيمبل فلتريشن الدرايفنج فورس بتبقى الجرافيتي، لكن البوخنر الدرايفنج فورس السكشن. السيمبل فلتريشن بستخدمه لو انا عايز اجمع ليكويد، البوخنر فلتريشن لو عايز اجمع سوليد. السيمبل فلتريشن بيبقى طبعا الريت بتاعه ابطا، لكن البوخنر بيبقى اسرع. السيمبل فلتريشن بستخدم الكونيكال فلاسك، البوخنر بستخدم البوخنر فلاسك. سيمبل فلتريشن بستخدم الفلتر فانل العادي الازاز، لكن انا عندي البوخنر فلتريشن بستخدم البوخنر فانل. سيمبل فلتريشن دي طريقه ازاي بعمل فولدنج للفلتر بيبر عشان استخدمها في الفلتريشن. ادي عندي الفلتر فانل والكونيكال فلاسك، بعمل فولدنج للفلتر بيبر، وكل ما الفولدنج بيزيد وبخليها فلوتد فلتر بيبر كل ما بيزود السيرفيس اريا وبيخلي الفلتريشن ريت اسرع. دي ازاي بنعمل الفلتريشن بالجرافيتي. البوخنر او السكشن فلتريشن ده البوخنر فلاسك، ده عندي البوخنر فانل، والمفروض عندي البوخنر فانل والبوخنر فلاسك يبقوا فيت الاتنين مع بعضيهم. ده البوخنر فانل، ده الفلتريشن باستخدام البوخنر. المفروض الفلتر بيبر بختارها بانها تغطي كل البرفوريشن او كل البورز الموجوده في البوخنر فانل بالشكل ده كده. غلط طبعا، المفروض تكون الفلتر بيبر السايز بتاعها فيت او مناسب لتغطي كل البرفوريشن عندي بتاعه الفلتر او بتاعه البوخنر فانل. سيليكشن وفي الفلتر بيبر المفروض قلنا السايز بتاعها كفر البرفوريشن كل الثقوب بتاعه البوخنر فانل تماما، والدايمتر بتاعها يكون اقل شويه من الانتاير فانل من الفانل كله، والمفروض بعمل لها مويستنج مع كميه قليله من السوبر ناتنت او السوليوشن عندي عشان تلزق
كومبليتلي للبليت بتاع عندي البوخنر فانل. انيشال جنتل سكشن بيديني افكتيف فلتريشن على الباورفول 1، لان الباورفول 1 ممكن بيعمل انا عندي بيسد البورز بتاعه الفلتر بيبر وبيحصل عمليه الفلتريشن بتقف عندي. اليوزز زي ما قلنا البوخنر فلتريشن بستخدمه لو عايز اعمل كوليكشن للسوليد او الكريستالاين برودكت. الادفانتج بتاعتي طبعا بتبقى رابيد ريت عشان باستخدام السكشن، وممكن بستخلص تماما من المذر ليكر اللي هو السوليوشن او الليكويد اللي بيبقى موجود عندي مع السوليد. الديكالرايزيشن لو انا عندي السوليوشن المفروض بيبقى ترانسبيرنت او كالرلس وفي كالر، المفروض بتخلص منه عن طريق الاكتيفيتد شاركول. الشاركول نفس النظام زي البويلنج ستون، المفروض بضيفه انا عندي للكولد نوت هوت سوليوشن. هيحصل ديكالرايزيشن من اللون الاخضر هيتحول هيبقى ترانسبيرنت. الدروينج عندي ممكن بيبقى للسوليد او للليكويد. دروينج فور سوليد عشان اتخلص من الريزيديوال سولفنت اللي موجوده عندي سواء كانت اورجانيك سولفنت او ووتر. بستخدم عندي الاير، ممكن بستخدم عندي الاوفن او الفاكيوم اوفن او الديسيكيتور. الاير عندي الديس ادفانتج بتاعته ان بيبقى سلو ريت، وممكن لو الماده بيحصل لها اوكسيديشن او لو المادة بيحصل لها فوتو كيميكال ديكومبوزيشن بتتكسر تعرض للضوء. الاوفن الادفانتج بتاعتي طبعا عندي بيبقى اني رابيد ريت، سبب وجود الاوفن بيحفز عملية اني اتخلص من الريزيديوال سولفنت. الديس ادفانتج عندي لو انا عندي المادة سيرمولابايل، المادة حساسة للحرارة زي الفولاتايل اويل، ممكن عندي هتتكسر. وعندي لو المادة بيحصل لها سبليميشن. الفاكيوم اوفن ده زي الاوفن بس انا موصلاه بفاكيوم بامب. والديسيكيتور الدروينج للليكويد بستخدم دروينج ريجنت اللي هي انهايدروس ان اورجانيك سولت. ان اورجانيك سولت عندي دروينج ريجنت للليكويد ممكن بتكون ريفيرسيبل او الريفيرسيبل. الكالسيوم كلورايد والصوديوم سلفيت والمغنيسيوم سلفيت دي انا عندي اكزامبل، والصوديوم هيدروكسيد والبوتاسيوم هيدروكسيد دي اكزامبل عندي على الريفيرسيبل دراينج ريجنت. ان بمعنى ان انا بستخدمها للدراينج للليكويد، ممكن اعيد استخدامها تاني عن طريق ان انا اشيل الميه منها واستخدمها. طبعا انا عندي كل دراينج ريجنت منهم بتبقى ليه كاباسيتي معينه. يعني عندي الكالسيوم كلورايد بياخد 6 مولكل اوف ووتر، الصوديوم صلفيت والمغنيسيوم صلفيت بيقدروا ياخدوا 10 مولكل اوف ووتر. الفوسفورس بنتا اوكسايد والصوديوم دي اكزامبل على الريفيرسيبل دراينج ريجنت، المفروض بيتفاعلوا مع الميه وبيدوا ماده مختلفه. عندي الفوسفورس بنتا اوكسايد بيتفاعل مع الميه بيديني فوسفوريك اسيد، والصوديوم بيتفاعل مع المية بيديني صوديوم هيدروكسيد. الكالسيوم كلورايد ما اقدرش استخدمه لدراينج اوف الامين الاستر اند الفينول لان هو بيتفاعل معاهم. المغنيسيوم صلفيت والصوديوم صلفيت هو انرت ونيوترال واكتر حاجة او موست كومنلي دراينج ريجنت يوزد. الصوديوم ميتال بستخدمه لدراينج اوف الايثر. الكاركترز بتاعت الايديال دروينج ريجنت عندي المفروض ما يتفاعلش نهائيا مع الماده اللي انا عايز اعمل لها دروينج مع الدرايد، المفروض مع الدرايد ليكويد المفروض ان هو يعمل ابزوربشن للميه فقط وما يدوبش عندي في الدرايد ليكويد، وما يكونش عنده ليه اي كاتاليتيك اكشن، ويكون ايكونوميك وليه رابيد اكشن وافكتنج دروينج كاباسيتي يعني يقدر يمتص كميه ميه كبيره، وسهل ان انا اعمل له ريموفال ممكن عن طريق الفلتريشن.